وفي أرض الجمال ما زال الجمال مستمر فيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل. المنظومة اللي بدأت بالفعل في محافظة بورسعيد وبدأت بالتسلسل في محافظات القناة، ولغاية دلوقتي يعني كشف حسابها بيقول إن هي قدمت أكتر من 6 مليون خدمة طبية للمستفيدين فقط في محافظة الإسماعيلية منذ انطلاق التشغيل التجريبي لهذه المنظومة في محافظة الإسماعيلية في فبراير 2021 لغاية الآن. خلينا نتعرف على تفاصيل هذه التجربة. دكتور محمد العقاد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية في الهيئة العامة للرعاية الصحية معانا على التليفون دلوقتي. بنصبح عليك يا دكتور عقاد، أهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ مصطفى، وصباح الخير على كل مصري ومصرية في برنامج حضرتك الجميل. أهلا 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 بحضرتك يا فندم. يا دكتور محمد، دلوقتي احنا عندنا بث تجريبي او يعني زي ما نقول كده ايه بدايه كده جميله لتفعيل منظومه التامين الصحي الشامل لاهالي اسماعيليه. اسماعيليه محافظه صغيره، اهاليها ما هماش يعني حجم القاهره او الجيزه او المدن الكبيره، فاحنا بنجرب فيها. جربتوا ايه؟ قول لي الستة مليون خدمه دول تم تجربتهم في ايه تحديدا؟ طيب الاول يعني شرفت ان انا اكون مع حضرتك النهارده في برنامجنا الجميل. يعني اهلا بحضرتك. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه عايز اقول لحضرتك، زي ما حضرتك قلت كده، منظومه التامين الصحي الشامل دي حلم كل مصري ومصريه وحلم كل مواطن كان بيحلم ان يبقى فيه منظومه صحيه تخدمه وتخدم اهله. حلم فخامه الرئيس ان يطبق هذا المشروع وتنجح المنظومه دي ان شاء الله في ال 27 محافظه على مستوى الجمهوريه كلها. زي ما حضرتك قلت احنا بدانا في محافظه بورسعيد والاسماعيليه والاقصر وجنوب سيناء وحاليا الاسوان والسويس ان شاء الله، عشان تنتهي المرحله الاولى ان شاء الله يا رب تكون مكلله بكل نجاح. الاسماعيليه من المحافظات زي ما حضرتك قلت اللي كان فيها البدايه للمنظومه الوحيده اللي بدات عملاقه. تم تقديم 6 مليون خدمة طبية وعلاجية مقسمة بين الثلاث مستويات للخدمة الصحية عشان تكون الدنيا بسيطة لمشاهدين حضرتك. الثلاث مستويات بتوع الصحة هو المستوى الأول اللي بيقدم في الوحدات ومراكز طب الأسرة، والمستوى الثاني وهو بيقدم في المستشفيات العامة وهي الخدمات اللي زي الباطنة والجراحة العامة والنساء والأطفال والولادة، والخدمات الثالثية أو المستوى الثالث من الخدمة أستاذ مصطفى وهو العمليات المتقدمة، واللي كانت بتقدم يعني نقول أعداد قليلة وبمستوى ممكن ما يوصلش ليه عمليات اللي هي بنسميها عمليات ذات المهارة الفائقة والعمليات الكبرى بأعداد كبيرة زي الأعداد اللي بدأت تتعمل في منظومة التأمين الصحي الشامل في القطاع الحكومي. طب المواطن بيدفع ايه علشان يستفيد بهذه الخدمات وبيحجز ازاي؟ يعني انا شفت نظام الصحي الانجليزي مثلا، انت بتتصل الاول بتاخد ميعاد وبيجي لك رساله على الموبايل او حد بيكلمك يقول لك تم حجز الميعاد في الحته الفلانيه، زي كده لقاح كورونا ما كنا بناخده يا دكتور. الكلام ده صحيح؟ صحيح. هحكي لحضرتك كده ببساطه، احنا زي ما بنقول كده البيشنت جيرني او رحله المريض بتاعنا والمنتفع جوه منظومه التامين الصحي الشامل، عشان برضو المصريين كده تكونوا كلهم معانا في هذا الصباح الجميل فاهمين منظومه التامين الصحي الشامل زي ما حضرتك تكرمت كده وسالت، يبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. اتفضل. منظومه التامين الصحي الشامل بتتكون من ثلاث هيئات، هيئه الرعايه الصحيه وهي مقدمه الخدمه وهي المسؤوله عن ضبط وتنظيم تقديم الخدمه الصحيه والعلاجيه داخل المنشآت التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل. الأوبريتور يعني أو المنظم. بالظبط كده. أيوة. المنظم ومقدم الخدمة اللي هو بنسميه الهيلث كير بروفايدر بالإنجليزي، وبالعربي هو مقدم الخدمة الصحية والعلاجية. تمام. لكل منتفع من المنظومة، واللي أنا بمثلها النهاردة مع حضرتك وليا الشرف. المنظومة الهيئة الثانية وهي هيئة التأمين الصحي الشامل، وهي بالإنجلش كده عشان حضرتك واضح إن أنت قاري ومذاكر كويس، هي البير، هو المسؤول عن تمويل الخدمات الصحيه والعلاجيه. تمام. الهيئه الثالثه ودي جمال بقى المنظومه اللي هقوله لحضرتك في ثواني، يعني الهيئه الثالثه اسمها هيئه التسجيل والاعتماد، اللي هي هيئه الاعتماد والرقابه. حلو. دي مسؤوله عن تسجيل واعتماد ومراقبه
جوده الخدمه الصحيه اللي بتقدم جوه المنشات الطبيه والعلاجيه اللي جوه منظومه التامين الصحي الشامل. اشعه، يعني عياده، مستشفى، صيدليه، كل اي خدمه يا مصطفى باشا. اي خدمه. عظيم. جوه المستشفى، جوه المركز، جوه وحده طب الاسره، من اول فرد الامن، ركز معايا بقى، من اول فرد الامن لغايه العيان لما يخرج، هو بيراقب كل ده بمعايير عالميه، معاه تشيك ليست بينزل يشوفها، ينزل يسجل، ينزل يعتمد، ويجي يراقب عليا في اي وقت، يطمن ان الخدمه بتقدم اكوردنج للمعايير العالميه، عشان نفضل محافظين على منظومه التامين الصحي الشامل. فبقى في ثلاث هيئات مختلفين بمجالس اداره مختلفه، كل واحد له اشراف، تبعيه اشراف مختلفه، فبقى في حريه في التصرف، مش زي الفكر بتاع زمان هو وزاره حد الصحه واحد لوحدها. ايوه، هو حد واحد بيعمل كل حاجه، ففي بعض الاحيان بتختلط الاوراق، او ممكن يبقى هو نفس الافراد بيقوموا بنفس الادوار، فممكن الدنيا تتلخبط. طيب المواطن المصري، عشان نبقى الدنيا بسيطه، زي ما حضرتك سالت، هيئه التامين الصحي الشامل اللي هي مسؤوله عن دفع وتمويل كل الخدمات الصحيه العلاجيه، بتحصل نسب اشتراكات حاجه لا تذكر. يعني هو كل واحد بيدفع عن نفسه من العاملين في الجهاز الاداري للدوله 1% من مرتبه، وبيدفع عن اسرته برضه 1%. جميل. حاجه رقم لا يذكر، يعني احنا بنتكلم في اللي بياخد 3000 جنيه بيدفع 30 جنيه. أي. يعني حضرتك عارف 30 جنيه دلوقتي دي حاجه لا تذكر. ده عن الاسره، عن نفسه، عن فرد. لو حتى عنده عدد، مثلا هنفترض ان هم خمس افراد في الاسره، فبقى 5% 30 في 5 ب 150 جنيه. تمام. ده بنتكلم في الشهر. حضرتك عارف اقل كشف في عياده خاصه بقى كام دلوقتي؟ اكيد. فاحنا بنتكلم الرقم ده مقابل ايه بقى؟ مقابل هو يتلقى هو واسرته كل الخدمات اللي موجوده في وحدات ومراكز ومستشفيات المنظومه. ولو حصل له اي حاجه عمليه، لغايه بقى العمليات اللي بتتكلف ملايين، وحضرتك عارف بقى ان في عمليات قلب مفتوح وقطره مخيه واورام في المخ طبعًا بتتكلف ملايين. حضرتك بيدفع كام بقى غير الاشتراك اللي هو ال 30 جنيه مثلا؟ بيدفع نسبه مساهمه 396 جنيه في اقصى عمليه، حتى لو بمليون جنيه. طب ده شيء عظيم جدا، ده كده شامل كل حاجه. ده من اول بقى، ده احنا البيشنت جيرني بتبدا من اول ما بنستقبله، ويبدا بقى يروح يعمل تحاليل واشعاعات، ويخش يعمل العمليه اللي هي الكبرى. طب ده موظف ده موظف الحكومه، بالنسبه بقى للموظف القطاع الخاص يعمل ايه؟ موظفين القطاع الخاص بيبقى ليهم بقى هم شرايح ثانيه طبعا، دول عشان القطاع الاقل. في بقى هيئه التامين الصحي الشامل بيروح بقى يسال هناك، وبيبدا يبقى له زي ملف ضريبي كده، حضرتك طبعا متخيل معايا القصه. أي. في بقى كمان الناس اللي هي ما ولا شغاله في الجهاز الاداري الدولي ولا في القطاع الخاص، ومثلا عندهم امراض مزمنه، دول بيتم اعفائهم خالص. تعليمات وتوجيهات فخامه الرئيس والقوانين التي سنت في منظومه التامين الصحي الشامل راعت كمان اللي هو لا بيشتغل في قطاع خاص ولا بيشتغل في الجهاز الاداري الدوله، لا ده بيتم اعفائه بطريقه معينه، او بيتم حسابه بطريقه معينه. يعني راعت كل مصري ومصريه ان هو يتلقى الخدمه باقل تكاليف، وزي ما حضرتك شفت كده اشتراكات يعني شبه رمزيه زهيده جدا. انت اصلا لو بدات يعني ورحت يعني عملت كده شويه اتصالات في شركات التامين الموجوده، هتلاقي اغلى بكتير جدا. يعني انت بالظبط، يعني كتير جدا نقول كده. أي. بس هو يعني حضرتك قلت اهو، احنا يعني ارقام، يعني حضرتك متخيل بتدفع 30 جنيه في الشهر. صحيح. يعني ارقام مقابل خدمات طيب لم تكن موجوده. صحيح. انا متخيل دكتور. سؤالي الاخير دكتور عقاد، احنا ماشيين في الجدول الزمني مظبوط؟ 2030 هتوصل هذه الخدمه للقاهره ان شاء الله؟ حضرتك طبعا عارف ان احنا القاهره والجيزه كانوا مؤجلين للاخر، نظرا حضرتك عارف تم اختيار بدقه، ويعني زي ما بيقولوا دراسه متانيه، بعض المحافظات اللي ما كانش فيها الخدمه الصحيه او عدد المستشفيات اللي يقدر يخدم القطاع الطبي والصحي بطريقه قويه، زائد المدن اهلنا ومحافظات اهلنا في الصعيد زي الاقصر واسوان، وبعد كده ان شاء الله هنخش على سوهاج وقنا وهكذا. الحاجات دي كلها كان الخدمه الصحيه، وان يشوف اساتذه من الجامعه، ويشوف استشاريين، ويشوف صحيح. تخصصات كبيره زي كده. فهي كانت الخطه ان يبدا الاول المحافظات اللي فيها الخدمه الطبيه، ممكن تكون مش واصله لكل اهلنا في المحافظات،
ونبدا ماشيين بالتوالي لغايه لما نوصل لل القاهره والجيزه، لان زي ما حضرتك عارف هم دول يعني هم دول الاصعب المحافظتين الكبار وهم العاصمه والمحافظه الكبرى. صحيح. وبالتالي الخدمه الصحيه الى حد ما صحيح. نقدر نقول ان هي واصله لكل الناس، في القطاع الخاص برضه شريك في تقديم الخدمه الطبيه موجود. صحيح. فتم تاجيلها زي ما حضرتك قلت لغايه نهايه المشروع. احنا ماشيين بخطه ثابته. صحيح. زي ما حضرتك قلت هي منظومه وليده ولكن ولدت عملاقه. صحيح. ولدت تخدم ملايين. احنا وبالفعل يعني قصه الرقابه اللي فيها هي يعني افضل ما فيها ان هي هتراقب او هتعالج قصه القصور اللي كان بيحصل قبل كده. بنشكرك يا دكتور محمد، دكتور محمد العاد رئيس الاداره المركزيه للرعايه الصحيه والعلاجيه في الهيئه العامه للرعايه الصحيه، شكرا جزيلا لحضرتك.